إن المقدمة لسلسلة العروض السابقة كانت عبارة عن محاولة لإيجاد ما إذا كانت تحول تي، ما دعونا نأخذ تحولاً يصل من، لنفترض أنه يصل من Rn إلى Rm. وسؤال هو هل تي قابل للعكس؟ هل تي قابل للعكس؟ وقد وضحنا في عدة عروض سابقة أن الإقتران والتحول عبارة عن إقتران، إن الإقتران قابل للعكس إذا تواجد الشرطان. إذن القابلية للعكس، ولا يتوجب علي أن أستمر في كتابة الكلمة مرة أخرى، يجب أن يتوافر شرطان، يجب أن يكون علي أو يجب أن يصل كل عنصر من المجال المقابل، وأيضا يجب أن يكون واحدا لواحد، أو بطريقة أخرى هو أن كل عنصر من المجال المقابل يتصل على الأكثر بعنصر واحد من المجال. وقد قدمت عدة عروض حيث فكرنا جيدا، إذا كان لدينا تحولا أي تحول خطي فذلك معرفا بمصفوفة لتكون A، حيث أنها ستكون مصفوفة M ضرب N. لقد قلنا أن هذا سيتحقق إذا كانت مرتبة هذا فقط يتحقق إذا كانت مرتبة A تساوي عدد الصفوف في مصفوفة التحول أي تساوي M. وفي العرض الأخير وضحت أن هذا صحيح فقط إذا كان كل واحد من متجهات العمود مستقل خطيا، أو أنها جميعا تشكل متجهات الأساس لمساحة العمود، أو أن مرتبة المصفوفة يجب أن تكون مساوية لإن. الآن لكي يكون شيء ما قابل للعكس حتى يكون التحول قابلا للعكس، فإن كل من هذه الأشياء يجب أن تكون صحيحة، مرتبة A يجب أن تكون مساوية لM، ومرتبة A يجب أن تساوي N. وكي يكون قابلا للعكس فإن مجموعة من الأشياء يجب أن تحدث. لكي يكون قابلا للعكس فإن مرتبة مصفوفة التحول يجب أن تكون مساوية لM، أي يجب أن تساوي N، بالتالي M يجب أن تساوي N. إذن لدينا شرط مثير للاهتمام، يجب أن يكون لدينا مصفوفة مربعة، أي أن المصفوفة التي لدينا يجب أن تكون N ضرب N. هذا ما أعنيه. إذن كلاهما كان صحيحا، بالتالي فإن M يجب أن تساوي N، نكون نتعامل مع مصفوفة مربعة، بالإضافة إلى أننا نتعامل مع مصفوفة مربعة حيث أن كل واحد من الأعمدة يكون مستقل خطيا. هذه هي A، A تبدو هكذا، A1 A2 وصولا إلى AN. بما أن مرتبة الـ A مساوية لـ N، وهذا بالطبع مصفوفة N ضرب N، لقد قلنا أن هذه يجب أن تكون الحالة، لأن مرتبتها يجب أن تكون مساوية لـ M عدد الصفوف، ومرتبتها يجب أن تكون مساوية لـ N عدد الأعمدة، بالتالي صفوف الأعمدة تكون متساوية. لكن بما أن المرتبة التي لدينا مساوية لعدد الأعمدة، فهذا يعني أن جميع متجهات العمود تعتبر أساسات لمساحة العمود، أو أنه إذا وضعتهم في نموذج درجة الصف المنخفض على ماذا سنحصل؟ حسناً، جميع هذه تعتبر متجهات أساسية، إذن جميعها ستتشارك بالمتجهات المحورية، أو أنها جميعهما ستتشارك بالأعمدة المحورية. هذا سيكون 1 0 ومجموعة من الأصفار، ثم سيكون لدينا 0 و1 ومجموعة من الأصفار بهذا الشكل، جميعها ستكون متشاركة بالأعمدة المحورية. عندما تنتقلون إلى صورة درجة الصف المنخفض، إذن جميعها أعمدة محورية، إنها مصفوفة N ضرب N. وما هي مصفوفة N ضرب N؟ حيث أن كل عمود يعتبر عمود محوري، ما هي مصفوفة N ضرب N؟ دعوني أكتب هذا. لدينا N، إذن صورة درجة الصف المنخفض لA يجب أن تساوي
يجب أن تساوي مصفوفة إن ضرب إن، لأن A عبارة عن إن ضرب إن، حيث أن كل عمود هو عمود محوري مستقل خطيا. وأنا أعني بحسب تعريف صورة درجة الصف المنخفض إنه لا يمكن أن نحصل على نفس العمود المحوري مرتان، حيث أن كل عمود هو عمود محوري مستقل خطيا. إنها وافرة بعض الشيء، لكنني أعتقد أنكم فهمتم الفكرة. فما هي مصفوفة إن ضرب إن؟ حيث يعتبر كل عمود عمودا محوريا مستقلا خطيا. حسنا، تلك هي المصفوفة التي تحتوي على واحد أسفل الخط القطري، وكل ما يتبقى هو أصفار. كل ما يتبقى هو أصفار. أو لقد رأيتم ما هذه المصفوفة من قبل، هذه إن ضرب إن، مصفوفة الوحدة، ومصفوفة الوحدة على إن أو على آر إن. إذا ضربتم هذه المصفوفة بأي عنصر من آر إن فستحصلون على تلك المصفوفة مرة أخرى. لكن هذا ممتع، لدينا الآن شرط قابل للتطبيق على قابلية القلب. يمكننا أن نقول أن التحول تي الذي يصل من آر إن إلى حسنا عليه أن يصل إلى نفس مساحة البعد، إذا من آر إن إلى آر إن، ويساوي مصفوفة مربعة ما أي إن ضرب إن. يجب أن تكون مصفوفة إن ضرب إن ضرب المتجهات الموجودة في المجال، وسيكون قابلا للقلب فقط إذا كانت صورة درجة الصف المنخفض للمصفوفة التحول مساوية لمصفوفة الوحدة على إن. أعني أنه يمكنني أن أكتب إم هنا، وقد قلت أن هذه مصفوفة إم ضرب إن، لكن الطريقة الوحيدة التي ستكون صحيحة هي إذا كانت هذه أيضا إن وهذه أيضا إم. لكن ربما يمكننا، دعوني أترك الإم هنا لأنها حمل كبير، الحمل الكبير من أجل أن تصبح مصفوفة تحول قابلة للقلب. الطريقة الوحيدة لتكون قابلة للقلب هي إذا كانت صورة درجة الصف المنخفض للمصفوفة التحول التي لدينا مساوية لمصفوفة وحدة إن ضرب إن. مصفوفة الوحدة دائما تكون إن ضرب إن. إذا هذا حمل كبير. الآن سنستخدم ذلك في المستقبل حتى نجد التحولات أو نجد معكوسات التحولات.